لا لا ما يخدمش لي هذا. اش عطاوكم فيه؟ 26 ما قنعتكمش؟ لا عطاوني 26 الصباح يعني وانا شويه باينه وانا ملي طلعت الشمس ما بقاوش عطاو ليكم. والمرقد ديالو منين تا هو من دار وتزيدوه؟ كي داير السوق لداخل؟ شويه حوليه مزيان ياك. والخروف؟ لا عيان ياك. واخا الله يسخر لكم خويا الله يجيب تيسير تبارك الله عليك. استنى 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 زيد 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 نصوروا الخير تبارك الله. شحال الثمن شحال؟ ها؟ 15 اسيدي 15 الوحدة و200 والبولفافة ب150 يعني 750 700 قلتي 15000 ياك؟ 200 15000 و200 15000 750 760 درهم تبارك الله الله يسر لكم الله يسر لكم الله يسر لكم. شحال خرجت اخويا شحال؟ 30000 تبارك الله 1500 درهم بجوج اخوان. تمن تمن اخويا واش خرجت الخروف؟ 17 اخويا 17 تبارك الله تمن 850 درهم تبارك الله. واش حال خرجت؟ 16 تبارك الله 800 درهم تبارك الله. دابا هادي تعيد هادي تعيد تعيد باقا صغيرة باقا صغيرة. شحال تكون عندها شي 4 اشهر دابا؟ ما عندهاش 4 اشهر. ما واصلاش تبارك الله تبارك الله الله يسخر فيها الله يسخر فيها. اذا السلام عليكم خوتي خواتاتي مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم ان شاء الله من قلب سوق دار ولد زيدوح بتاريخ 22/6/2020. اذا مرحبا بكم الاخوان والاخوات داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن وتبارك الله عليكم الاخوان. حنا اليوم عاوتاني ان شاء الله جينا لسوق دار ولد زيدوح من جديد عاوتاني الاخوان باش نزيدو نعرفوكم على هذا السوق هذا ان شاء الله وتبارك الله عليكم الاخوان تبارك الله عليكم. على اللي بغيت نقول لكم هذه المنطقه الاخوان راه معروفه بالفصه الفصه الفصه كارمه وتبن تبارك الله معروفه هذه المنطقه هذه يعني كاين تجو هذه الفصه هنايا وتبن يعني كاع الاخوان اللي كيبغيو يجيو ياخذوا الجمله ديال الفصه كارمه كيجيو لهذه المنطقه هذه الاخوان تبارك الله معروفه بالفصه. يلا اخوان تبارك الله عليكم وصباحكم مبروك من قلب سوق دار ولد زيدوح. السلام عليكم. شحال الثمن الثمن؟ الثمن شحال؟ 20 22. انتوما شارينا ام القطينا؟ ام القطينا 20 22. شحال في هذا محمد هذا؟ من الاخر تسلك محمد راه فيها حبوب 1050 درهم 1100 درهم باش كيبيع الاخوان هذا السيد هذا حتى هو غير شاري. شحال الثمن عمي الثمن؟ 12 ونص اللي عاطينا 12 ونص اللي عاطينكم تبارك الله 12 ونص اللي عاطينا يعني 625 درهم اللي عاطينا. مرقد ديالك من زيدو حنيس من زيدو؟ من زيد. الله يسر لكم الله يسر اخويا الله يسر لكم. الثمن خالي الثمن؟ الثمن؟ قول شي 12 تبارك الله 600 درهم 600 درهم واخا الله يسر لك الله يسر لك. السلام عليكم. شحال الثمن عمي الثمن؟ والله 15 750 درهم 750 درهم الاخوان. دائما الاخوان من جديد دائما الاخوان من جديد من قلب سوق دار ولد زيدوح تاريخ 22/6/2020. اذا مرحبا بكم الاخوان. هادو شحال الثمن دابا هادو عمي شحال؟ كان خربان هادو بعلاه باعهم 52 باعهم 52 2600 درهم تبارك الله 2600 تبارك الله. عربي عدنان
شحال الثمن عندك؟ 22500 1125 درهم الاخوان. ها ناقص 10000؟ لا 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 المرقد ديالو مع المرقد ولاد ابراهيم تاي محسوب على دار وتزيدوه. واخا عمي تبارك الله تبارك الله عليك عمي. الثمن اخويا 25250 درهم تبارك الله. الله يسر لك خويا الله يسر لك الله يسر لك. السلام عليكم. شحال الثمن ما ديولي صفار ما ديولك هادو تم ما ديولكش شحال الثمن ديالهم ماذا؟ انت انت شاريهم 47 شاريهم 2350 درهم. اه شحال ربحوك؟ ما ربحوك والو مازال ما ربحوك والو مازال. يلا سوق لهم واخا الله يسر ليكم الله يسر ليكم الله يسر. حاج شحال قال لي شحال قال لي خويا هذا؟ هذا 65 هذا 65 والاخر؟ ها؟ 70 70 تبارك الله هذا 3250 درهم هذا خويا؟ اه وهذا 3500 درهم سبعين ألف درهم 3500 درهم شحال الثمن ديالك؟ 40000 3000 جديدين في السنانة؟ لا طالع جديد شنو الجمهور؟ 40000 2000 درهم 3 واخا الله يسر لكم خويا الله يسر الله يسر لكم ثلاثة وثلاثين ألف وخمسمائة وخمسين درهم في الرباعية والسداسية تبارك الله ضرار ضارة الإخوان ضرار ضارة تبارك الله اللهم بارك يلا صورك صورك أحنا المرقد ديالها تبارك الله مرقد ديالها مين؟ من قيم صالح قيم صالح تبارك الله تبارك الله تبارك الله اللهم بارك الله يسر لكم خويا الله يسر لكم الله يسر شحال اخويا شحال الثمن 28 اخويا 28 28 جدار السنه جدار السنه جات لي طالعه الجمعه جات لي طالعه الجمعه اخرى ثنيه اربعيه لا مكاينش الاربعيه كاين دراري دراري كاين الله يعلم انت شاري ما عليكش ما عليكش دائما الاخوان من سوق دار ولد زيدو تاريخ 22/6/2020 سي 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 شحال خرجت خويا 24 تبارك الله 1200 درهم تبارك الله شحال الثمن اخويا الثمن 36 ها؟ فين؟ ها؟ واش على النعجات اللي صورت الخميس ديال بني شبدال؟ ها؟ فيسبوك فيسبوك مزيده ماشي تبارك الله تبارك الله تبارك الله مزيده وفي التيه وفي الرعيه ديال عباس بن حسن 42 تبارك الله تبارك الله
تبارك الله الله يبارك. الدرار كاين درار كاين درار اخويا كل دافع هذا الغند والثمن ثمن انا فيها 30 اخويا 30 تبارك الله 30 اخويا انا فيها 30 والسرديه تبارك الله لا السرديه السرديه حره تبارك الله حره تبارك الله حره حره مليحه احنا بالنا ربحوا الله يربحوا تبارك الله شحال تبعد تبعد 30 30000 نيشان تبارك الله 30000 يا اخوان حقل اخويا 23500 23500 بحال 1175 درهم اخوان 1175 درهم تبارك الله الله اللهم بارك وبدير محمد تبارك الله تبارك شحال الثمن ديالو الثمن ديالو شحال الثمن الثمن ديالو الثمن عطينا 40 40 تبارك الله 2000 درهم واش دير السني رباعي رباعي تبارك واخا الله يسر لك عمي الله يسر لك الله يسر لا تصوري فينا بغيت تصور فينا لا لا كنصور على العتروس غنصور انا والعتروس اي ماشي بالحال هاد غادي نصور العتروس العتروس صورنا انا وياه صح طيب اليوتيوب هذا حبيبي صورنا انا وياه لا لا صور العتروس هذا راه هذا مالو راك في واحد الماده في بغيت عياق عياق ما قدينا عرفتي عيا ورقد لا ما عيا لا والو ما قدينا نشدو ياك دابا هذاك كيف تيجي مولاه الثمن ديالو شحال عمي شري ب 15000 15000 ريال ربح 1000 ريال ربح تشري 750 درهم عطاو 50 درهم باقي ياسين الحليب تبارك الله زوين زوين تبارك الله صورنا انا وياه انا تعلق انا وياه زوين تبارك الله زوين عتروس مليح زوين تبارك الله واخا الله يسر لك عمي الله يسر لك الله يسر لك تبارك الله عليك شوف محمد الله وبركاته كيدير هنا ولاد عمي هانين الله يحفظك انت عمي المعيزات 56 والده تاكل وحده والده واحد هذه هذه كلارو هذه كلارو ياك كلارو هذاك الله يسر لك خويا الله يسر لك الثمن اخويا الثمن 34 والده ولا ابو حده والده فينا ولدك ولده تبارك الله ورسيانه ها ورسيانه واخا الله يسر لك خويا الله يسر لك الله يسر لك شحال عطاوك شحال عمي عطاوك 14 700 درهم الله يسر لك عمي الله يسر لك الله يسر السلام عليكم شحال الثمن عمي ديال هذه العزه؟ قال لي 24 24 1200 درهم والده متومه 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 جديات 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 تبارك الله